مرحبا بكم في هذا المصنع العملاق لإنتاج سيارات هاي تكسون. بعد أن تم جلب لفافة الرقائق المعدنية العملاقة، شاهدوا هنا هذا المكبس كيف يقوم بتشكيل القطاع بهذا الشكل. هنا تقوم روبوتات CNC بتجميع القطع والحفر عليها، وذلك حتى يتم وضع القطع التي بعدها في مكانها المخصص. هنا يمكنكم أن تشاهدوا الروبوتات كيف تقوم بعملية التجميع واللحام، وذلك كله عن طريق التحكم بالكمبيوتر. بعد أن تم تجميع كافة القطع، الآن ننتقل لتجميع أبواب السيارات، والتي بالطبع مهمة هذه الروبوتات هي القيام بذلك. لنتابع كيف يتم الأمر. الآن بعد الانتهاء من تجميع هيكل السيارة بالكامل، يمكنكم أن تشاهدوا كيف يتم فحصه من قبل بعض المدققين. الآن ننتقل إلى المرحلة الأخرى، وهي مرحلة الدهان، إذ أنه يتم إنزال السيارة بهذا المغطس والذي يقوم بصباغتها بالكامل. لنتابع. الآن يتأكد العمال من جودة الدهان، ويقومون بدهان الأطراف الموجودة بين فتحات أبواب السيارة.
هنا يمكنكم أن تشاهدوا كيف يتم دهان الهيكل باللون الأزرق اللامع، وبهذه الطريقة يتم رشه أيضا باللون الأحمر، ألوان عديدة تخرج بها هذه السيارات من عملية الصباغة. يقوم هنا عامل بالتأكد من جودة الدهان، وأيضا يقوم بالحفر على المناطق التي ستدخل بها أذرع السيارة لنتابع عملية التدقيق على دهان السيارة. الآن ننتقل إلى المرحلة الأكثر تعقيداً وهي المحرك. هنا يقوم هذا العامل بتجميع البراغي الخاصة بتربونات المحرك. تمر المحركات هنا على العمال، وكل شخص يقوم بمهمته من تجميع قطع ووضع براغي على المحركات. تنتقل بعد ذلك المحركات للفحص النهائي من قبل هذا العامل الذي يقوم باللمسة النهائية. الآن ننتقل إلى خط تجميع هذه السيارة، إذ أنهم يبدأون بوضع كافة القطع من أسلاك كهربائية، المحرك والعجلات، وحتى المصابيح الأمامية والخلفية. لنتابع معا كيف يتم الأمر بخط التجميع هذا. كما ترون أمامكم يتم جلب الكراسي لتجميعها وتركيبها داخل السيارة. لنتابع كيف يتم الأمر. هنا يتم تركيب العجلات الخلفية، وبالطبع خط التجميع ليس معقدا لأن كل القطع جاهزة، فقط يتم وضعها وتركيب البراغي ويصبح الأمر جاهزا. لنتابع معا. الآن يتم حمل الأبواب لتركيبها وتجميعها بعد أن تم وضع المرآة والزجاج والمقابض، وأيضا الأسلاك الكهربائية الخاصة بالأبواب والموصلات. لنتابع معا هذا الأمر الإبداعي. وهنا يمكنكم أن تشاهدوا كيف تم الانتهاء من تجميع سيارة هونداي تكسون. يبدو شكلها رائعا جداً.